قدام المارشي نتاع حمام لانف مارشي الخضره. قل لي شنو هو الاسوام؟ والله الاسوام هانم كل يوم كل مره يخدموا الاسوام، كل مره كيفاش؟ مره يعملوا من الصباح سوم ونص نهار سوم، يعني يبون يبيعوا الصباح مثلا سوم ونص نهار سوم والعشيه سوم. يعني ما فماش سوم معين، فماش تسعيره اللي غالي غالي واللي ناقص. ونشوف البلديه رئيس البلديه، بالنسبه لرئيس البلديه العيال هذا قايم بواجبه يرحم والديه، ونشوف الترتيب جو يعملوا سوم ويمشوا الترتيب يرقصوا يعملوا سوم واحد. بالنسبه لرئيس البلديه محمد العياري يخدم يخدم في خدمه، شكون يرحم والديه. يعني فما استغلال من التاجر. اما نشوفوا الترتيب تطول، يشوفوا الترتيب الترتيب قداش منهم، ونشوفوا طلب معناها يعملوا سوم. هذا نقول لك. كيفاش عايش المستهلك اليوم مع الوضع الصعيب اللي قاعدين نمروا به؟ كيفاش عايش المستهلك؟ والله الحمد لله كل مره كيفاش الحمد لله. كان ينظموا رواحهم والحمد لله على الوضعين الوضعين نحن اللي فيها الحمد لله لكم. خير من غير وخير من غير. خير من برشا بلدان. عم جو من ايطاليا وجو كل شيء، تونس خير جنة تسمع جنة عليهم. اما هم مش قاعدين مستغلين مش قاعدين منظمين. نخيل نهبط لتونس خير من حمام لنف. ياسر نلقاه لهنا 40,000 ولا 30,000 الحوت، نلقاه غاديك 18 ثم ب 16 تو كيما تريلا اليمنى في تونس. نلقاها 18,000 والله باهي 16 ياسر هنا كان الغلا يعني لا ثم دي كونترول حتى شيء فيديو والله نقعد به تو راني ب 50,000 راه واحد 10,000 فرنك طرف خضره فهمتني ولا لا وطرف سلق معدنوس ياسر الحق وانا صابرين شو نعملوا الحوت اكيد تونس احسن الله لا نحي تونس بالحق تلقاها رخيصه غادي كيما الورقه نلقاها غادي ب 18 ب 16 هنا تلقاها ب 20 وينهم الكنترول بربي هذوما على الاقل قول ربي بارك اللهم نخدم خدمه ونتنقل نحن بارك الله ما يعني الخيرات اللي موجوده هوني ما كومش مستنفعين منها ما كومش تونس خير لا تونس خير انا تو كي نمشي نهبط نهبط لتونس عندي نهار الجمعه ولا نهبط نهار السبت الحق نهز الحق 20 والله نهز 50 والله تفضل لي عليها الكذب على ربي لا ما ناخذ شويه حوت شويه منه تفضل لي من 50,000 25 دينار بون أنا ياسر الغلاء وربي يهدي من الخلق. كيسر الدنيا غالية برشا تو الخضرة بربي بطاطا 1600 واللي عنده العائلة كيفاش ياخذ كيلو فيها أربع كعبات شنو باش يعمل له؟ الطماطم غالية، الحوت غالي، اللحم غالي، ما فهمنا شنو باش نقضي، ولا لا فهمنا شنو باش نعمل، أنا نخرج ب 30 وبال 20 وما تجيب لنا شيء. واش خذيت أنت ب 30 طرف بطاطا؟ إي طرف بطاطا وطرف برغل وشوية من هنا ومن غادي وشوية معدنوس 20 دينار ما عملت بها حتى شيء. ما خذيتش اللحم مازلت ما خذيتش اللحم انا ماشي مش ناخذ اللحم. شكون المسؤول على غلاء الاسعار هكا؟ احنا ما نعرفش شكون المسؤول. هاي عندها حانوت مسكينه وتعرف هاي عندها حانوت اي مال شكون المسؤول هو الرئيس نتاعنا اي يلزمنا هو زاد يراعينا شويه اللي عنده عائله اللي عنده فاميليا اللي عنده تما يعاون فيهم اللي عنده برشا حاجات ياسر ياسر الدنيا كابسه علينا بالحق والله العبد يحشم ولا كي يخرج ب 20 وب 30 يحشم والله ما تجيبوا حد شيء ساشي ما عادش ما عادش نجيبوا القفه احنا الكبيره لا حسره ما عادش هاي عندها حنوت وتعرف ساشي شوف تعبيها شوف ليه معنا ما تتعبيش ما عادش عبيت تدخل المرشي بالقفاف ليه ما عادش قفاف ما عادش راه قفه ها كان ما عادش راه قفه كان ساشي شبيه يجي قفه ياخذ 100,000 منين 100,000 ما فهميش ما هو المسؤول لولو لخا قيس سعد جينا هو باهي وامين لكن يقف معانا يقف معانا شو الفلفل ب 4,000 شو معناه فلفل ب 4,000 فصار لي كيلو 6 قرون 4,000 كيفاش كيفاه تعمل سلطه تعمل مثلا ستيره تحط حتى قرن في المرقه ب 4,000 ياسر ياسر غالي لكن ما نتصورش هو المسؤول باش ما نقولش معناتها مش مسؤول ما نقولوش هو وحده مسؤول على خاطر صلاحيته محدوده كما نعرفوا الناس الكل. اي ما نحطوش اللوم عليه هو الكل، اما هو يلزم احنا حطينا املنا فيه وحطينا قلنا مش تزهينا الدنيا ومش تتصلح حتى 30% لا والله لا فهم حتى شيء. شيء ما تغير وشيء ما تصلح وشيء ما يفرح. كل احزان الكلنا تحس كل حد اكتئاب ناس مرضى مليون و 500 700 ما تعيش ما عادش توكل كيفاش نعملوا معناه نمرض ونموت لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله ربي يجريها على السلاح.
كيف نحكيوا على حمام لنف معروفة بالحوت، معروفة بكل شيء فريش يخرج من البحر، ومعروفة بالخيرات السبعة. باش نقولكم علاش اليوم ولاو أهل حمام لنف سكان حمام لنف يهبطوا لتونس باش يشريوا حوت وما ياخذوش من هوني، علاش هوني يشكيوا من الغالي؟ باش نمشيو مارشي سنترال كيف 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 كيف، عندي أختي هنا تسكن في نرجع عليها عزوز، نمشي نتعدى على مارشي سنترال كيف 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 كيف. تو البطاطا هنا ب 17% هيك، في تونس مارشي سنترال أقل من 17%، كيف كيف. يمكن باب الفلة أهون أبار شوي، باب الفلة قعدة كيك شوية اسكيو على الحوت سقاطة زادة باب الفلة راهو مش حاجة. شوف لسوين بارتو كيف كيف، علاش قالوا لي نهبطوا لتونس باش نشريو، وراس أختي في بالهم أقل أرخص، لكن كيف كيف. حملنف شنية تتميز فيها كل شيء، حليب الغولة تلقى جيري، تلقى زيت، تلقى كل شيء قمح كسكسي، تلقى كل شيء اللي في بالك باش تدخل تقضيه تلقاه. هيك يتميز حملنف، يتميز بهذا. شنو المنفعة يبدا غالي؟ ماهوش أغلى، والله اللي هو غالي، والقرآن اللي هو غالي، كيف كيف؟ احنا نحكيو بارتو، فماش مرشي رخيص ومرشي غالي، تو أنا نمشي هكا، أنا تو نمشي للأقل، تو نمشي أنا نقضي الأقل. عجبتك المعيشة والأسوام والغالي؟ لا لا، ما يعجب حتى حد، لا سامحني. فما ناس غالي عليهم وفما ناس مش غالي عليهم. أنا في العموم تبقى غالية. كدي تحوصلها بارتو راهي غالية. كاينش باش نعملوا، هذيك الفلاح يشكي من شيرة، واللي يبيع ما يشكي من شيرة، والمواطن هو اللي يهز الفاتورة كلها. المتضرر هو المستهلك. هو المواطن المستهلك، هو اللي خلص الدنيا كلها، كي سوا خضرة ولا ما غير خضرة راه. في كل شيء. كي نقولوا حمام لنف، حمام لنف معروفة بخيراتها السبعة. فيها الخيرات السبعة. قبل يقولوا طبعاً. الحوت يخرج فريشك من بحره. مش برشا، مش بالكيفية اللي تظنها أنت. لا. قبل كان الخير موجود، خاطر كانت حملهم تجيب مرنيق وتجيب رادس، كانت فلاحة بزي. تجي حملهم كانت معروفة، فيها الخيرات السبعة. تو قلت. ومعها تو تشوف الفلاحة تتشكى، لا فما دويات، لا فما الغلية نتاع الدواء، والإنتاج قليل. وهي تمال المجر. حمام لنف فيها الخيرات السبعة معروفة عليها. سورتو كي نحكيو على الحوت ولا خليني نقول الغله اللي في البحر، فوالا يقولوا حمام لنف معروفه بها، فرشكه من بحرها تخرج. اي من بحرها، انا مرشي حوت لهنا. يعني الكروفيت وشفريت والحوت والانواع الكل تخرج بالحق فرشكه جديده. من هنايا شفريت تجي من قابس هكاك، ولا تجي من قابس، تجي من صفاقس، تجي من برشا بلايص شفريت. يعني الحوت معنا بصفه عامه. الاسوان اسوام كيما هكا، اسوام رخيصه الايامات، اسوام رخيصه الايامات، في الشتاء ترخص وفي الصيف تغلى. معناها شفريت رخيصه الايامات، تتبيع ب 12 دينار 13 دينار 14 دينار، مسنس تتباع ب 20 25 معناها في الايامات الاخرى. معناها هذه هي شفريت اي كروفيت تتباع مثلا 35 دينار 40 دينار، فيك تبدا مفماش توصل حتى 70 دينار 80 دينار. لكن ديما المستهلك مسكين يشكي من الغالي، سورتو احنا الوضع الصعيب اللي قاعدين نمروا فيه. بالعكس الايامات كل معنا في الحوت رخيص برشا، الخص على قبل معناها اسوامات رخيص. مازال اليوم المستهلك يشري حوت؟ يشري برشا عباد تشري حوت الحمد لله. بالنسبه للحوت باهي، اسمه معقوله برشا. توا مازال في حمام لنف الحوت فريشك يخرج من بحره؟ لا ما تلقاش حتى فريشك، سيب مش تلقى فريشك، مش نكذب عليك ما ثماش فريشك، كله كونجي اغلبيه سامح. نقولوا حمام لنف نقولوا خيراتها السبعه، فيها الحليب بالغوله نقولوا احنا موجود في حمام لنف، الا انه كل شيء غالي. والله كل شيء موجود، خير ربي موجود. انت والسلعه، كل سلعه كيفاش، ثم سلعه رخيصه وثم سلعه غالي. المعيشه تعجب؟ لا المعيشه غاليه برشا، غالي. ثم شويه في الحمام علوش طاح شويه سوم، ثم بلايص يبيعوا حتى ال 21 دينار كيلو. اللي كان ثم بلس بيع ب 30000، مش معقول. والله بلوز موا بون، فيو ان المارشي ما فماش، السوق الاسبوعين ما فماش، ازيد شويه ما مقبوله، غروسو مودو مقبوله سافا. حاجه توجع اليوم وقت اللي سكان حمام لنف، حمام لنف المعروفه بخيراتها السبعه، يقولوا نتنقلوا لمنطقه اخرى كما تونس او غيرها باش ناخذوا حاجه اقل، يعني ارفق في الاسواق. والله بالنسبه لحمام لنف انا راه لي أنا الأسواق مقبولة، أنا قلت لك عنا السوق الأسبوعي سافا، يعمل كونكورونس بين المارشي،
بلوز موان سافا معناها فماش بلاسمون باش تمشي تاخذ خضره ولا حاجه يمكن تبش شيء تهبل تونس، اما بالنسبه للحوايج نتاع كل يوم فماش حتى مشكله. كيما نحكيو على الحوت مثلا فما شكون يقول لي نهبط المارشي سنترال نتاع تونس باش نشري حوت هوني ما نشريش خاطر غالي. انا حوت فريشك يا خويا، انا حمام نسمي على الحوت فريشك دونك ازيد شويه ما تلقى حاجه باهيه.